نور. اه لتر سي. تكره سي للسيرك، برافو مظبوط. يلا يا روان، وسينما لورا ام، وقولي سي عفوا، في الثانوية لورا بتحب ايه؟ طب ثواني بقى اشوف الفعل. طب ممكن سؤال دلوقتي فوق، هو مش في القطع هنا هي بتتكلم عن نفسها كشخص؟ بلا، طب ليه ما نقدرش نقول الكاركتر معبر اكتر عن الشخصية؟ لانه ولا ليه اول شيء، هن هون بالموضوع عم يحكوا لك عن الميول، مش عم يحكوا لك عن الكاركتر. تاني شيء بالتكست كله ولا قالت بولا مطرح انه هي خجوله او هي اجتماعيه او هي بتحب تساعد الاخرين او هي شرهه، ما حكيت عن كاركتراتها ابدا، هي بس حكيت عن ميولها، عن شو بتحب وشو ما بتحب، لهيك ما فيني احط غير الجو. تمام يعني الشخصية بتقتصر على بس الصفات. صح تمام. اوكي. يلا يا روان، كنتي عم تقولي انت بعتقد ولا مين؟ بلا اه انا هتبقى تاني واحدة. صح، ليه ما اخر واحدة لورا. قديش يا شذا؟ كام؟ كانس. يلا راح نمحي هون ونكمل. يلا كيسكو تو يام، ماذا تحب؟ نادر 15 سنة، جام لسبور، بحب الرياضة، جوجولو فوتبول، جنان بالي مات، ما بحب المات. سارة 16 سنة، جادور لي زاكتيفيتي مانويل، جو في دي ماكيت دو باتو، بعمل مجسمات سفن. سالين 14، جو شات افيك دي سيبر كوبين، جو سوي سوسيابل، انا اجتماعية. ماري 16، جام بيان لو ديسان، بحب كثير الرسم، لي فات دانيفرسير، لي جو فيديو. رح نبلش مع روان. يلا يا روان، نادر ام شو؟ نادر ام تبقى لومات سي برضو. لا يا روان اطلعي يا حبيبتي، جو نام با. روان ما تستعجلي باجابتك قبل ما تكوني اكيده، جو نام با يعني انا لا احب، ما في يحط لي مات. لا تبقى لوس بوخت. صح. 16 ان، مين انا اللي 16 ان؟ يلا يا جودي. تمام. ساز اللي هي هو في اتنين، ماريا وسارة صح، سارة اي ماري، تري بيان. يلا يا شذا، سارة ام بوكو شو؟ سارة شو بتحب كتير؟ سارة بحب كتير لتر سي اللي هو ماكيت مجسمات. روان سيلين بريفير شو؟ ثواني كده. سيلين وي عند سيلين بتفضل ايه؟ لا مش قادرة اجمع. طلعي على سيلين يا روان، جو شات افيك مي سيبر كوبان، جو سوي سوسيابل. شو يعني جو شات؟ يعني اه بعمل هتبقى يعني صحبتي. بتحب بتتشد مع اصحابها او كده، فهتبقى صح لون انترنت العموم يعني. تمام تمام. اوكي. رح ننزل نشوف شو فضل، رح نعمل هذا الاكزرسيس على السريع. تون كوبان تو دوموند كيل سبور تو يام. شازا كاسكو تو دي؟ تمام. بيقول زميلي في الصف ايه بيسألني، هو اللي بيسألني عن رياضته، عن رياضتي صح، المفضلة شو بتقولي؟ أو اللي بحبها، فأنا هقول له إيه؟ مش ليتر دي. دي صح، وشو كمان؟ وإيه؟ لا لانه هو ما قال لي انت وين بتعملي سبور، هو بس قال لي شو السبور اللي بتعمليه بتفضليه. نتر في غلط، هو ما عادش نتر سي. صح، هي السباحة شغفي يعني حبي اللي كتير كبير. يلا يا روان، تو دوماند عن كاميرات سون وزير، كاسكو تو دي؟ طب سويني، هو يعني ايه الوزير هوايته، اللي بعد كلمة سون؟ الوزير هوايته.
هواياته. هواياته. اوكي طيب، هو بيقول هنا ان تمام. دي انا هسأل صديقي عن هواياته، صح فانا هقول ايه؟ صح صح تمام. سوريني كده بقى، هتبقى ايه؟ ايه كاسكو تيام. اوكي انت بتحب ايه؟ وهي اول واحدة مش فاهماها. ما هو شغفك؟ يعني شو اللي بتحبه كتير؟ هتبقى ايه برضو؟ ايه وايه؟ اديها شوي. هلا الوزير يعني الهوايات، واغلب الاوقات بتصير على فيني اعتبرهم هول اثنين، ولكن كمان انا عم فكر بالبيت. كومون تي باس تون تان ليبر، يعني وقتك الفراغ كيف بتقضيه؟ خلينا نقول A و B، لأنه كيف تمام، بتوظف وقتك هنستبعد ايه اصلا؟ نستبعد إيه، ولكن هي نوعا ما فينا نقولها. ولكن هون مثلا ممكن يكون عم بسأله شو بيحب أكل، شو بيحب شيء تاني، ولكن باسيون يعني شغفك أكثر شيء بتحبه. طبعا رح يحكي عن هواياته بالبداية. أوكي تمام. طيب، يلا يا جودي، tu demandes à ta nouvelle amie son nom, qu'est-ce que tu dis؟ هيدي سهلة جودي، أنا أنا هعمل هسأل إيه؟ أنت صديقي، هتعمل إيه بعدها؟ Comment tu t'appelles ou quel est ton nom؟ يلا يا جودي اللي بعدها. Tu parles des qualités de ton frère. عم تحكي عن tu parles de ايه؟ اوكي، ما انتبهت، ما انتبهت على حالي، عم اكملها كنت انا. تمام، نتكلم عن الحفلة، لا مكان لا، الحفلة. كاليتي يعني فينا نقول سماته او الاشياء المميز فيها اخوكي. اوكي صفاته. تمام. طيب هتختاري ايه؟ letter A، إنه ماما بيحب الرقص. طيب سيكبول، لأنه هو اجتماعي. طب انا هون لما تقولي انت هيدا الشيء شو بتكوني اعطيتيني؟ أعطيتك صفاته، هو بيحب إيه وصفة ليه. طيب هو أنا بقول الأشياء المميزة اللي فيه، قصدي على الكراكتر ولا الميول؟ لا، الشيء المميز فيه، الشيء المميز فيه مظبوط، ولكن هون بتجي اكثر، يعني لما بنحكي عن كاليتي بتجي اكثر عن السمات مش عن الميول. تمام، يبقى ايه هتبقى هتبقى بي ودي. صح. يلا رح اعمل اخر واحد، ركزوا معي صبايا، اخر واحد رح يكون سوري. J'aime la BD. Alain déteste l'histoire comme moi. Aime le skate. Qui aime le skate? من الذي يحب السكيت؟ Les copines de Marie détestent. بحط ENT لأنه هيدول il avec S أو elle avec S. Sont des copains de classe. بحط elle avec S. Elles sont nées quand? متى؟ و elles sont impatiente بحط لها E E S. تمام؟ طيب أنا اليوم يا صبايا رح أبعت لكم شو حيكون عندكم هومورك للمرة الجاية، وبليز الكل بده يعمله، أوكي؟ مش رح يكون كبير أصلاً، يعني مش رح كبره. اتفقنا؟ تمام يلا يا صبايا بدكم شي، بشوفكم على خير إن شاء الله. تمام هو احنا باي كده بقى باي. نصبح حصة بكرة ولا يوم السبت؟ لا لا للسبت، تمام؟ ورقة الأسئلة اللي هي ايه ايه هلا الروسي. حصور لك اياها، بس بعد بس بدي اتذكر ربما طلعت معي شي كلمة نسيتها تحطها دغري. اوكي تمام، يلا اوريفوار صبايا. اوريفوار.